من أجل تنظيم شيء شبيه بهذا الكلام اللي هو الستارت أب، وبالتالي هي دعوة مهمة جدا. الآن الناس سواسية في موضوع معين، المبدع فيهم ربما هو طلابنا وشباب الفلسطيني، الشباب هذا اللي بحاجة لرعاية أحيانا، وقد تكون الرعاية على شكل مجرد حدا يحتضنهم. هذا بيعطيهم الدافعية الكبيرة جدا إنه هم يستطيعون تحقيق الكثير من الأشياء، يستطيعون التميز. القضية الأخرى هي في غاية الأهمية إنهم هذول أبناء فلسطين، عارفين المجتمع الفلسطيني، عارفين مشاكل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي بيصنعوا الحلول التي تتماشى مع الواقع الفلسطيني، مش حلول مستوردة قد تكون غير قابلة للتطبيق في فلسطين. وبالتالي هي دعم وبناء لخبرات الكادر الفلسطيني منذ الشباب. مسابقة المايكروسوفت جيك ايدل هي مسابقة اطلقتها شركة مايكروسوفت لأول مرة وحصريا في فلسطين. توجه والتارجت للمشاريع الناشئة عندنا في فلسطين لحتى ندعم المشاريع الناشئة بشكل كبير عندنا في فلسطين. الفريق الفائز حيحصل على دعم من قبل شركة مايكروسوفت مباشرة، سواء على المستوى التقني الماركتينج، بالإضافة إلى أنه حيحصل على $6,000 من المنصة الحوسبية عندنا في شركة مايكروسوفت اللي هو الأزور. هذه مسابقات يعني بتسمح للطالب انه يظهر هذه السكيلز او هذه المهارات الموجودة عنده، وممكن انها تفتح له افاق ومجال حتى يبني شركته ويبني مؤسسته، لانه الانتظار في طوابير العمل مش هذا الصح. لازم انت كمهندس تخلق هذه الفرصة. ولا شك انه اليوم في احنا زي وزارة الاتصالات او شركات مثل شركة مايكروسوفت بتتيح هذه الفرصة، وبعتقد انه الطلاب والمؤسسات لازم تستغلها حتى انه يعني تشارك في بناء هذا البلد.